تصريحات الوزير الأول عبد الملك سلال الذي دعا المستثمرين في قطاع الفلاحة إلى التوجه نحو المستثمرات الفلاحية الكبرى وتطوير الشراكات مع الأجانب، بالإضافة إلى التعاون بين القطاع الخاص والعام. التفاصيل رصدها أحمد راشدي. في إطار هذا لي فيرم بيلوت اللي ندخلهم في شراكة مع الناس اللي راغبين يخدموا الفلاحة وعندهم إمكانيات مالية، راح يساعدوا باش يكون تحديث في الفلاحة، لأن لما يكون مردود يكون فيه اون امليوراسيون دو روندمون اترافير اون مودرنيزاسيون دي زيكيبمون. هذا هو اللي لازم نوصلوا له، هذا مثال لازم نعموه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا المختص في المجال الفلاحي عيسى منصور. أهلا بك سيدي. بداية، تدشين مستثمرة فلاحية في ولاية وهران وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، حسب رأيكم أستاذ، هذا الصيغة الاستثمارية ما الذي ستضيفه لمجال الفلاحة؟ مساء الخير. شوفي الأخت، نحن لم نهتم يعني يوما بالقطاع الفلاحي ولم نحاول يعني تطويره، يعني عندما كانت مداخل البترول يعني تنعش الخزينة العمومية. فعندما يعني تكون عندنا أموال لأجل الاستيراد لا نفكر بتاتا يعني في الفلاحة، ثم يعني بين يوم وليلة يعني نريد أن يعني أن نجعل من الفلاحة بديلا للمحروقات. هذا يعني غير منطقي وغير ممكن في الوقت الراهن، يعني لأن الأخت هناك عدة متطلبات أولية يعني الواجب تحقيقها قبل أن نتحدث عن تطوير الفلاحة. ما نقدرش نبدأ من فوق، لازم كاين لازم فهناك يعني أرضية من الواجب يعني تعبيدها لأجل فتح المجال لتنمية القطاع الفلاحي. يعني نذكر لك يعني على سبيل المثال للحصر، يعني تسوية العقار الفلاحي يعني والذي يتطلب يعني إرادة سياسية يعني وتشريع صارم، وضع نظام فعال لتمويل الفلاحة، حاليا ما كانش بنك يعني مختص لتمويل الفلاحة، تعزيز التكوين والبحث والإرشاد، لأن حاليا مؤسسات البحث والإرشاد الفلاحي على كثرتها يعني إلا أنها يعني هياكل إدارية بامتياز ومصابة بنوع من العقم العلمي يعني ولم نعطي للباحث يعني الوسائل اللازمة ليقوم بعملها على أحسن وجه. كان ذلك يعني انشاء نظام معلومات الاحصاء الفلاحي اللي حاليا يعني الاحصائيات تنجز بطريقه بدائيه وعليه يعني لا يمكن يعني ان تلعب دور ايجابي في تنميه القطاع. اما طيب استاذ، ما مدى اهميه ربط القطاع العام بالخاص من اجل تطوير المجال الفلاحي؟ شوفي هي لا يمكن لنا ان نفرق بين يعني القطاع العمومي والقطاع الخاص، يعني جيد. ان كان يعني ان كان يعني القطاع الخاص هذا يعني بمقدوره يعني ان يلعب دور ايجابي في تنميه القطاع الفلاحي. لاننا شوفي الاخت، نحن يعني في السابق من غطوس يعني الشمس بالغربال يعني لم نعطي الفرصه للمستثمر المحلي ليلعب دوره يعني في تنميه القطاع الفلاحي، وذلك يعني بسبب الاجراءات البيروقراطيه والعراقيل الاداريه، خاصه فيما يخص يعني الولوج الى الارض الفلاحيه وكذا التمويل. راني سمعت يعني السيد رئيس الوزير الاول اللي قال للمستثمر هذاك نساعدوك يعني على الحصول على الارض الفلاحيه، ولكن انا نقول لك باللي ماهوش من السهل يعني الحصول على الارض الفلاحيه، ماهوش من السهل. الناس دار الطلبات يعني خمس اربع سنوات ما لقاوش يعني الاخر، وخاصه وزيدي ذلك فيما يخص تمويل المشاريع يعني. فقط أستاذ في نقطة أخيرة، الشراكة مع الأجانب في القطاع الفلاحي ما مدى أهميتها؟ شوفي أنا بالنسبة لإنشاء المشاريع الكبرى اللي راهي تقام حاليا في الصحراء، يعني أنا أظن يعني ليست بشأنها يعني أن تطور الفلاحة. يعني هل من المعقول يعني أن نأتي يعني بالأجنبي لكي ينتج لنا يعني الحبوب والبطاطا؟ يعني هل مكتوب علينا احنا التبعية في غذائنا؟ يعني إن لم نأتي بالحاويات نأتي بمن ينتج لنا غذائنا هنا، هذا أمر غير معقول. يعني شوفي لا يمكن أن نطور الفلاحة بدون المنظومة الفلاحية الحالية والتي ترتكز على الفلاحين الصغار والمستثمرات الصغيرة والمتوسطة. فإن كنا يعني نتغنى بالاكتفاء الذاتي في بعض المواد فإن ذلك كان بفضل هؤلاء الفلاحين. وصلت الفكرة أستاذ. شكرا. المختص في المجال الفلاحي عيسى منصور، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.